معطيات خطيرة في أولى جلسات محاكمة العشيق زوجة محمد أمين الله يرحمه من أمام المحكمة الابتدائية الزجرية. معلومات اللي كتفيد أن هذا العشيق اللي هو متهم بتزوير حقائق الحادثة وتحويلها إلى حادثة سير. معطيات كذلك إخواني أخواتي واللي كتفيد أن هذا العشيق متهم بالارتشاء. إخواني أخواتي، النيابة العامة اللي كتأجل الجلسة إلى يوم 27 من شهر 9 بطلب من الدفاع وكذلك العائلة لتحويل الملف من جنحة إلى جنايات. فالغريب في الأمر إخواني أخواتي أن هذه الزوجة الخائنة اللي هي في حالة صراح بالرغم من ثبوت الخيانة الزوجية وعدم تقديم مساعدة لواحد الزوج اللي كان في حالة خطر، وهادشي كله إخواني إخواتي اللي متق في إحدى الكاميرات المرأة بالسيارات. أكيد إخواني إخواتي النيابة العامة واللي غطالب بإعادة تكييف واعتبار الملف جنائي مع ملتمس للرئاسة بعدم الاختصاص وإحالة الملف على استنافية البيضاء، وكنتمنوا من الله عز وجل أنه يكون خير باش هاد القضية إخواني إخواتي تأخذ المجرى ديالها الصحيح. لأن حسب بعض المعلومات واللي كتفيد هاد المعلومات المتوفرة واللي كتفيد بأن هاد العشيق إخواني إخواتي اللي كان هرب لفترة جد قصيرة إلى تذكرتوا في اللحظة اللي وقعت هذيك الحادثة ديال الدهس ديال محمد أمين من طرف هذا العشيق، فهو هرب مبقاش في السيارة هرب، لكن بعد فترة قصيرة يعني رجع وسلم راسه للشرطة. وهادشي كل إخوان إخواتي لأن هذا العشيق كان كيحاول أنه يقاد الأمور دياله ثم يسلم نفسه للسلطات الأمنية، وهذا ما حصل. فهل يعقل إخواني أخواتي أن السيد خرج في أمين وفي الأخير قولوا لنا حادثة سير؟ فحرام أنهم يضيعوا حق هذا الشاب اللي هو من أطيب خلق الله، وهذه شهادة من جميع الأصدقاء دياله والزملاء دياله في العمل اللي كيعمل يعني في واحد المرجان الهراويين بمدينة الدار البيضاء، وهذه يعني شهادة حية من هاد الأصدقاء دياله اللي هم الآن في واحد الصدمة كبيرة جدا. فلازم إخوان إخواتي أنه تكون واحد الوقفة تضامنية مع هاد الشاب الله يرحمه محمد أمين الله يرحمه، وقفة تضامنية من أجل إنصافه باش يأخذ الحق دياله، لأن هناك حقائق لإخواني إخواتي تسريبات ومعلومات اللي كتفيد أنهم كيحاولوا يغيروا مجرى ديال هاد الحقائق، وبالتالي هاد العشيق يخرج من هاد القضية كالشعر من العجين. أكيد هذه الخطة اللي يقوموا بها هذه العائلة العشيق، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كنتمنى أنه يكون خير إن شاء الله بحول الله. فاليوم كل مغاربة هم فعلا مع قضية المرحوم محمد أمين، كلنا نساند الوالدة دياله والأخ دياله معاد، وكنطالبوا بأقصى العقوبات لأن هذا الأمر لا يغتفر. والسؤال آخر إخواني أخواتي، فعلاش الزوجة الآن في حالة صراح؟ ففعلا كانت السيدة فعلا بنت الأصل، ملي ما تفهماتش مع محمد أمين يعني في الحياة الزوجية، خصوصا أننا سمعنا بهذه الحقائق وأن هذه السيدة دائما كتسافر لعائلتها دائما يعني ما شداش طريق ديالها، فالأكيد هناك أشياء في الخفاء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي الأخير هي تفضحات، فعلا تفضحات، لأن الوحدة اللي ما كتجيش أو كتسافر عند عائلتها ودائما كتطالب الزوجة لأنها تمشي تسافر لعائلتها وتوحشت ماماها يعني مجموعة من المبررات، فهذا يعني أن هناك راه ماشي شكوك، أن هناك فعلا خيانة، راه ماشي غير مع هذا العشيق وإنما ربما مع أشخاص آخرين. وهنا لازم فتح تحقيق معمق في هاد النازلة. فكو كانت يعني فعلا بنت الأصل فإلا ما تفهمش معها يعني تطلب طلاق وتعيش حياتها كيف ما بغات، هذا هو الواقع، تعيش كيف ما بغات يعني الطلاق يعني واخا هو أبغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى هو الطلاق، ف يعني تطلب طلاق وتعيش حياتها كما يحلو لها.
فكنتمنى من النيابة العامة إخواني أخواتي أن تبحث في الهواتف وتأخذوا من الخبرة، ومن ثم غيبان واش هاد الزوجة خائنة أم لا. يعني فعلا النيابة العامة الهواتف هي حيت هي مازال يعني كتحاول يعني تبرأ راسها من هاد الاتهامات، وقالت لهم بأنه هذاك السيد راه غير كتعرفو، هذاك السيد راه غير كتعرفو. والعاشق العكس كيقول بأنه عرفها، هذه ليس مدة قصيرة، وأنه مشاو تعشاو بعضياتهم، مشاو يعني جوج مرات في واحد المطعم شهير بمدينة الدار البيضاء، يعني ومرة أخرى يعني في واحد بلاصة أخرى، يعني ليحاول أنه يقول لهم أنها بالصغيرات، يعني هادشي غير اللي اعترف به. لكن ما خفي كان أعظم، فعلا هاد السيد يعني راه كما جاء على حسب بعض الشهود الأصدقاء ديالو قالوا بأنه يعني هو يعني كيبغي البنات بزاف، يعني كيعشق بزاف البنات ومعروف بالهوس ديالو مثل هاد الأشياء. فكنتمناو ليه الهداية صراحة إخواني أخواتو باش تعرفوا النهاية يعني الخاتمة فين وصلت بهذا الشخص، لأنه ما حمدش الله سبحانه وتعالى وعنده واحد الزوجة اللي هي صالحة وعنده منه يعني أربعة أبناء. فهذه هي من المسببات ومن الأسباب يعني ديك القوانين اللي كان خرج بها الوزير العدل وقال أنه العلاقات الرضائية وزيد وزيد، ربما حتى هذه شجعات يعني أن هذا العاشق يقوم بهذه الأشياء. يقول بأنه راه ما غيتمش الاعتقال ديالو، لكن الكاميرا بينات كل شيء وبينات يعني وثقات الخروج الزوجة من السيارة. فهادشي كله إخواني أخواتي اللي غتحاول النيابة العامة أنها تعتمد عليها لإثبات هاد الخيانة، وكذلك إثبات يعني الدهس ديال محمد أمين الله يرحمه. فمع الأسف الشديد إخواني أخواتي العائلة الدراوش، هاد العائلة بالضبط هاد العائلة الدراوش مساكن يعني حظهم جد سيء، وهاد الشاب الله يرحمه كونوا على يقين بأن العاقبة ديالها لن تكون بخير، والدنيا فعلا راها دوارة. وكيف ما يقال إخواني أخواتي، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وهذه نتيجة إخواني أخواتي هاد الأزواج اللي فعلا ما كيخافوش الله سبحانه وتعالى وما كيحترموش هاد العلاقات الزوجية. فكنتمنوا من الله عز وجل لهاد العائلة الصبر والسلوان في فقيد محمد أمين، واللي مازال العائلة ديالو في حالة صدمة، يعني خصوصا وأن هذه الوفاة اللي جاءت مفاجئة جدا، وحتى الأصدقاء ديالو إخوان أخواتي اللي مازال مصابر مازال متفاجئين بخصوص هذه الوفاة. فعلى أي كنتمنوا من النيابة العامة إخوان أخواتي أنها تأخذ الإجراءات القانونية وتأخذ الحق ديال محمد أمين، لأن محمد أمين إخوان أخواتي راه مشى ضحية الخيانة الزوجية وضحية محاولة التصفية الجسدية من طرف هذه الزوجة. فعلا كانت عندها النية أن محمد أمين يتوفى وهي يعني تعمل ما يحلو لها في هذه الحياة، والآن راه فعلا تفضحت، فهي ربما تفضحت غير مع هذا العشيق، ربما هناك أشخاص آخرين يعني إخوان أخواتي كانت معهم هذه السيدة. والدليل على أنها كان دائما كتسافر إلى القصر الكبير عند العائلة ديالها. شنو كدير القصر الكبير عند العائلة ديالها؟ كل شهر يعني كل فترة كل مناسبة. فهالشي راه بزاف صراحة إخوان أخواتي. فإلى حدود هاد الساعة نكتفي بهذا القدر، ففي انتظار ما هو جديد. فما تنسوناش باللايك ديالكم وبارطاج ديالكم إخوان أخواتي. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.